صلوا على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله. وابن أمير المؤمنين سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. ما خاب من تمسك بكم. أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي ونفوز فوزا عظيما. ورنا يا إلى القبر الشريف بمقلة عبرا وقلب مكمد محزون نادت وأظفار المصاب نادت وأظفار المصاب بقلبها أبتا عز على العداة معيني أبتا السامري وعجله تبعا وما للناس عن هارون أي الرزايا يا رسول الله أي الرزايا يا الرزايا التقي بتجلدي يا في النوائب مذ حيت قريني ف
فقد أبي أم غصب بعلي حقه أم كسر ضلعي أم سقوط جنيني أم أخذهم إرثي أم أخذهم إرثي وفاضل نحلتي أم جهلهم قدري أم جهلهم قدري وقد علموني عقب أبوها شلون ذلت عقب أبوها شلون ذلت من البيت ما يوم ملا يايات حين بالشجرة استظلت عمدة وعليها قطعوها نالت الذل من عداها والهضم والهم على يا 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 قال وهذت نبجاها يا وعن وطايا عزها طردوها وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال الله العظيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عيناي فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد هذا المقطع القرآني الكريم وما قبله وما بعده يتصل بقصة السيدة مريم سلام الله عليها وفيه جملة من الدروس والعظات والعبر نحاول أن نمر بها عبر هذه العجالة ونسأل الله التوفيق معكم إن شاء الله. أولاً لماذا يطرح القصص في القرآن؟ القصص في القرآن الكريم إنما جاء من أجل ماذا؟ من أجل العبرة ومن أجل الدرس. ولذلك
أسلوب القصص في القرآن يختلف عن أي أسلوب آخر. أسلوب القصص في القرآن الكريم له طابعه الخاص طبعا لأنه النازل من الله جل وعلا، فتراه يتميز عن سائر القصص الأخرى في عدة أمور. أولا أنه لا يغرق في التفاصيل، يعني لا يحتاج إلى الإغراق في التفاصيل كما ترى في القصص في هذه الدنيا أو في كتاب القصص مثلا، فإنهم يغرقون في التفاصيل. القرآن لا يغرق في التفاصيل، القرآن يهمه ماذا؟ يهمه الدرس، يهمه العبرة. من جانب آخر لما يتطرق إلى القصص فإنه لا بد أن ماذا؟ أن يقتنص منها شيئا يربي من؟ يربي القارئ، يربي الإنسان، يعني يصب في هدف عظيم. بعض القصص في الدنيا ترى ربما يرشد إلى ماذا؟ إلى الرذيلة أو إلى الانحراف والعياذ بالله، لكن لما تأتي إلى القصص في القرآن، القصص في القرآن من ورائه ماذا؟ من ورائه العظة، من ورائه العبرة، من ورائه أنه يصقل شخصية الإنسان ويربي شخصية المؤمن. لذلك ترى القصص في القرآن يطرح بشكل كبير. هذا من جانب. من جانب آخر ربما تسأل لماذا يتناول القرآن أسلوب القصة أو يتناول القصة والأسلوب القصصي لأي شيء؟ في الواقع لأن الأسلوب القصصي يميل له الجميع، الكل يميل له، الكل يرتاح له. يعني أنت القصة هذه لما تطرحها يرتاح لها الصغير ويرتاح لها الكبير، يرتاح لها الرجل، ترتاح لها المرأة. وهذا المعنى نراه، يعني نحن ربما إذا سمعنا المعلومة أو سمعنا العظة من غير ماذا؟ من غير الأسلوب القصصي ربما لا يؤثر فينا وربما ننساه، لكن إذا جعلت المعلومة وجعل الهدف التربوي في داخل قصة فإنها تؤثر، وأنها ماذا؟ إنها تبقى إلى فترات طويلة. ولذلك أنت حتى نحن لما نستمع إلى الخطباء مثلا قد تراه في كل مجلسه يأتي بقصة لدقيقتين أو لثلاث دقائق، ترى المجلس كله يذهب من الذاكرة ولا تبقى إلا ماذا؟ ولا تبقى إلا القصة. لماذا؟ لأن الناس في الواقع يتأثرون بهذا الأسلوب ويطربون له كثيرا، وإذا أردت أن تجذب نفسا لا تجذب إلا بالأسلوب القصصي. ولذلك الأسلوب القصصي اتخذ كسلاح، أثر في السلب وأثر في الإيجاب. يعني هناك قصص وكتاب حرفوا الناس بما يكتبون ودعموا الأفكار التي يريدونها من علمانية أو إلحادية أو شركية أو حداثية، جاءوا بها يدسونها في قصصهم. وإذا كان لهم جمهور عريض وإذا كان لهم جماعة تقرأ لهم حتما سيؤثرون فيهم. بالمقابل أيضا جانب الإيجاب، لما تأتي إلى إنسان مدعم بالفكر الإيماني والفكر الإسلامي ويأتي يكتب القصة، حتما يدخل هذه الأفكار فيها فيتأثر القراء بها. ولذلك نحن بحاجة إلى قصصيين يكتبون القصص وعندهم احتراف في كتابة القصة، مدعمين بالإيمان، تربيتهم تربية إيمانية حتى يؤثرون في الجيل أكثر فأكثر. الأسلوب القصصي شوفه موجود ترى في الجاهلية وفي الإسلام وفي الأمم الأخرى، لم يكن حكرا على القرآن، لكن القرآن لما تناوله هذبه، ولما تناوله ارتقى به وكبر به من أجل أن يلامس التربية الإسلامية والتنشئة الإيمانية حتى يتأثر به من؟ حتى يتأثر به هذا الإنسان، لذلك اعتمده القرآن الكريم. هذه نقطة. بعدها تعال إلى
قصة مريم سلام الله عليها. وأيضا نلفت إلى شيء، يعني نحن الملاحظ عندنا أننا نحتفل بهذه الذكرى بذكرى السيدة مريم، وهذا إذا جئت تبحث فيه في الواقع وتنظر له بعين الناقد لا يوجد إلا في هذه المنطقة، ترى لا يوجد إلا فقط في البحرين وفي الإحساء وفي القطيف. يعني الاحتفال بهذه الذكرى كذلك ذكرى نبي الله يحيى ما موجودة إلا في هذه الأماكن، يعني في البحرين التاريخية التي تضم البحرين هذه الجزيرة أوال، وتضم الأحساء وتضم القطيف. يعني شيعة العراق لا يحتفلون بهذه الذكرى، صح لولا؟ شيعة إيران لا يحتفلون بها، شيعة لبنان لا يحتفلون بها، فقط هذه المنطقة. هذا لماذا؟ هذا لما يتعرض له الدارسون والباحثون يقولون لأن هذه المنطقة صبغت بصبغة معينة لا توجد في المناطق الأخرى، وهي ماذا؟ أن أهل هذه المنطقة البحرين التاريخية التي تضم أوال اللي تسمى بالبحرين في يومنا هذا والأحساء والقطيف، هؤلاء جروا هذه المناسبة من قبل إسلامهم وأدخلوها إلى ماذا؟ إلى الإسلام، إلى ممارساتهم في الإسلام. ليش؟ لأن أهل البحرين كثير منهم بحمد الله تعالى ما كانوا في الجاهلية يسجدون للأصنام، وإنما كانوا على دين ماذا؟ على دين المسيحية، على دين النصرانية، وكانوا من النصارى المعتدلين، يعني من الذين لا يقولون بعقيدة التثليث اسم الأب والابن وروح القدس، ما كانوا يقولون بها، وإنما كانوا يقولون أن المسيح هو عبد أنعم الله عليه بالنبوة، عقيدتهم فيه معتدلة، ويقولون أنه لم يصلب. وهؤلاء يتبنون المدرسة المسيحية النسطورية، يسموهم المسيحيون النساطرة، هكذا كان أهل البحرين. وطبعا يوجد وثائق ويوجد كثير من الأمور تدل على هذا الأمر، ومن ضمن عاداتهم أنهم طبعا يقدسون السيدة مريم سلام الله عليه. فلما جاء الإسلام كانت هذه الذكرى موجودة قبل الإسلام، أنهم يحتفلون بما يرتبط بوفاتها. لما جاء الإسلام وجدوا أن الإسلام أيضا ماذا؟ يقدس مريم ويحترم مريم ويفرد لها آيات في القرآن وسورة في القرآن الكريم باسم من؟ باسم مريم، وأنه لا يعارض العقيدة الإسلامية والانتماء الإسلامي أنك تذكر هذه السيدة الطاهرة. فصاروا أيضا يحافظون على ذكر احتفالهم بوفاتها حتى متى؟ حتى لما أسلموا ومضت شنو؟ ومضت عادتهم من ذلك اليوم، وهي موجودة إلى يومنا هذا. هذا الذي يبرر الاحتفال بهذه الذكرى، بذكرى وفاة السيدة مريم بنت عمران سلام الله عليها. القرآن يتناول هذا الجانب من سيرتها تناولا مهما وكبيرا، تبدأ معها الآيات في المعاناة التي مرت عليها، المعاناة التي مرت عليها أن هذه الإمرأة التي كانت مظهرا للتقديس، الكل يقدسها من بني إسرائيل لعفتها ولنجابتها ولطهارة ذيلها، وكانت مضرب المثل في هذا، وإذا بها تبتلي بابتلاء عظيم. الابتلاء ما هو؟ أنها تحمل من غير ماذا؟ من غير زوج. هذا مو سهل، ما يقدر يوصف المعاناة أحد التي عانت منها هذه السيدة الطاهرة، عانت منها هذه المرأة، أن هذه المرأة كيف تقنع الآخرين أنها تحمل من غير زوج، والكل
سيرفع عنها ماذا؟ اعتقاد أنها والعياذ بالله لامست الرذيلة بذلك. فكيف استطاعت أن تأتي بهذا الولد من غير ماذا؟ غير زوج. هذا يلح عليها في ذاكرتها، ومن الذي سيصدقها؟ ومن الذي سيقتنع بكلامها؟ طبعا كانت في حيرة من أمرها، كانت في حيرة كبيرة جدا من أمرها، وتعرضت لامتحان عظيم وكبير جدا ما ممكن أن يوصف بحال من الأحوال. يأتي القرآن يبين هذه الحالة التي كانت عليها، ثم ماذا؟ يبين التطمين الإلهي، الطمأنة الإلهية لها، كيف أن الله جاء يطمئن هذه المرأة، أن الله معها، وأن الله لن يتخلى عنها، وأن الله هو الذي يظهر عفتها ويظهر شرفها للناس. لذلك يقول القرآن: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. سري يختلفون فيها، أما هو الناهر أنه يسري بالماء، أو هو ماذا؟ أو هو ابنها المسيح عيسى بن مريم سلام الله عليه، يعني الفارس الجليل والرجل الكريم، يعني هو هذا الذي سيشهد لك بماذا؟ بطهرك، هذا الذي سيشهد لك بالنجابة. زين. ثم استرسل معها الملك يخبرها بعطاءات الله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. المجمل الذي يذكره القرآن نعلق عليه بعض التعليقات. هذا يبين أن الملائكة لها علاقة بالأولياء، واضح. وبشهادة القرآن أن الملائكة تتمثل لمن؟ للأولياء، وتكلم الأولياء، ويستطيع الولي أيضا أن يكلم الملك، وأن يكون هنالك أخذ ورد بين الولي وبين الملك. يعني هذا لا يوجد فيه ماذا؟ لا يوجد فيه مشاحة، ولا يوجد فيه غلو، لأن القرآن يذكره لبعض الأولياء، ومن ضمن الأولياء الذين ذكر القرآن هذا لهم هي من؟ مريم ابنة عمران. هذا واضح، والمسلمون يمرون بالآيات ويقرؤون الآيات. إذا كان كذلك، نحن حينما نأتي ونقول أن فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وقد ورد من الروايات أو بالروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم أن الملائكة كانت تحدث الزهراء، وأن من أسمائها المحدثة والمحدثة. المحدثة يعني هي التي تحدث الملائكة، أو المحدثة هي التي كانت تحدث أمها وهي جنين في بطنها، والمحدثة يعني التي تحدثها ملائكة. لماذا يقال هذا غلو؟ روايات موجودة وواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم، والإمكان موجود. ولما يأتي علماء الإسلام يطرحون هذا البحث، أيهما أشرف وأعظم مكانة ورتبة، مريم أم فاطمة؟ جملة من العلماء حتى من علماء السنة يقولون من؟ يقولون فاطمة سلام الله عليهم، فاطمة، على اعتبار النصوص الواردة أن مريم سيدة نساء زمانها، أن مريم سيدة نساء زمانها، أن مريم سيدة نساء زمانها، وأن فاطمة سلام الله عليها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. ولقول النبي صلى الله عليه وآله: فاطمة مريم الكبرى. يعني مهما كانت مريم عظيمة إلا أن فاطمة تعظم عليها سلام الله عليه.
فإذا كانت من هي أقل رتبة وشأنا تتمثل لها الملائكة وتخاطبها الملائكة، إذن ماذا تقول في من؟ في سيدة نساء العالمين التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وآله: فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. فاطمة بضعة مني، فاطمة روحي التي بين جنبي. كل هذه الأحاديث ما ممكن تزوى، ما ممكن يبتعد عنها، لابد أن يتعبد الإنسان بها، لابد أن يتعبد الإنسان بهذه الأحاديث. وإلا لماذا طرحت؟ يعني مجرد أن أنقلها روى فلان عن فلان عن رسول الله فقط تنتهي المهمة؟ لا، لابد أن أتعبد بها، مجرد أن أذكرها في كتاب وأن أقولها ثم لا أرتب عليها أثر، هذه مشكلة. لأن يوم القيامة مطالب، مثل ما أنا مطالب بالفقه أنا مطالب بالعقيدة. العقيدة أيضا أستقيها من وين؟ مو من الأحاديث التي وردتنا عن النبي صلى الله عليه وآله. فإذا جاء النبي وقال هذا في حق فاطمة، لابد أن أرفع من شأن فاطمة من خلال اعتقادي، حتى أكون قد تعبدت بماذا؟ بالأحاديث الواردة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا وثالثا كذلك. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لابد من الالتفات إلى هذا الأمر. زين، وإذا صحت هذه المنزلة لفاطمة، ما الضير أن الملائكة تحدثها؟ شنو المحذور يعني؟ والحال أنت تروي في كتبك وفي عقيدتك أن الملائكة كانت تحدث من؟ بعض الرجال من المسلمين. يا ريت بس مريم يأتي إلى بعض الشخصيات من المسلمين يقول كانت محدثة. عمر بن عبد العزيز يقول تحدثه الملائكة، عمر بن الخطاب تنزل عليه الملائكة. إذا كان كذلك، هو ليش يعني الملائكة تنزل على هؤلاء ولا تنزل على فاطمة؟ ليش يعني؟ شو السبب؟ ما الذي يخسر عند فاطمة ويزيد عند هؤلاء؟ أريد نعرف، ممكن الفكرة غايبة عنا، فهمنا. ما الذي يزيد عند هؤلاء ويخسر عند فاطمة سلام الله عليها؟ هؤلاء مهما كانوا، هؤلاء يعني لنفترض الملائكة نزلت عليهم، يعني الملائكة نزلت عليهم بعد ماذا؟ بعد توبتهم وبعد تهذيبهم لأنفسهم، إن صح ذلك. زين، فاطمة ما احتاجت إلى أن تتوب لأنها لم تذنب. يعني المحيط الذي عاشت فيه محيط كله طهارة، كله طهارة منذ أول يوم ما سجل عليها ذنب، وما سجلت عليها زلة، وما سجل عليها ابتعاد عن الله تعالى، فهي إلى الملائكة أقرب من غيرها بلا إشكال. على كل حال لا أريد أن أطيل في هذه النقطة كثيرا. هذا من جانب أن الملائكة كانت تحدث مريم. بعد أن الله تعالى لا يتخلى عمن؟ عن أوليائه. الله تعالى لا يتخلى عن أوليائه أبدا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من كان مع الله كان الله معه. هذا الأمر واضح من خلال قصة مريم، أنها لما كانت مع الله ونذرت نفسها لله وجاءت وتفرغت في صومعة عبادتها لله، لا تنحني إلا لله ولا تشتغل إلا بأمر من أمور الله تعالى، فإن الله وإن امتحنها إلا أنه رفعها بامتحانه وبين شرفها وعفتها وعظيم مكانتها أمام الملأ، وبشكل إعجازي كبير يعجز كل وصف عن وصفه. هذا درس آخر. الدرس الثالث، شوف الآية لما تأتي إليها تريد منها حركة: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا.
يعني البركة تأتي من خلال شنو؟ من خلال الحركة والسعي. لابد من سعي. والله يقول شوف هذا المعنى موجود حتى بالأحاديث، بالحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. مجرد أن الله يجد منك حركة فإنه يتحرك إليك، لا يجعلك تتحرك لوحدك. هذا المعنى شوفه، الحركة تحل بعدها بركة الله. لابد من الإنسان أن يعمل. فامشوا في مناكبها يقول القرآن، وكلوا من رزقه وإليه النشور، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. كلها تدعو للعمل، للتحرك، للنشاط. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. هذا كله لماذا؟ للسعي، من اجل ان يسعى الانسان حتى بعد ذلك يحظى من الله عز وجل. ولذلك انت تشوف المدرسة الصوفية ابتعدت عن هذا النهج الى العكس تماما، فاخطأت فظلت وأظلت. لما يأتي الصوفي يقول: جرى قلم القضاء بما يكون، فسيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويغشى في مشيمته أو يرزق في مشيمته الجنين. يقول أنت ما محتاج أن تطارد وراء الرزق أو أن تخرج وراء الرزق، لأن الرزق سيأتي إليك كما يأتي الرزق لمن؟ للجنين في بطن أمه. هذا خطأ، هذا خطأ، مغالطة. ليش؟ وقطعا الرزق مكفول ومضمون، لكن لابد للرزق من شنو؟ من حركة، من سعي. زين، ثم ضرب المثال بالجنين في بطن الأم. الجنين في بطن الأم تكوينه هكذا، تكوينه أنه ماذا؟ أنه يأتي له الطعام عبر أمه، ينتقل إلى المشيمة يتغذى من خلالها. لكن أنت برا وشوارب ومفتح وما أدري شنو، عضلات مفلوتة مفتولة، تريد تقعد تستند حتى واحد يجيب رزقك يخليه في فمك. هذا أتصور عيب، هذا عيب، وكل العيب هذا. ليش؟ لأن الحياة إذا وقفت عند هذا المستوى فإنها تجمد بعض، صح؟ تجمد، يبطل كل شيء فيها. إذا لابد من حركة، لابد من سعي في أمر الدين وفي أمر الدنيا، فيما يتصل بالدنيا وفيما يتصل بالله تعالى. كل ذلك يحتاج إلى شنو؟ إلى سعي وإلى نشاط. ولذلك يعلمنا هذا الجانب من خلال النداء أو الأمر لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. بعدين يقول: فكلي واشربي. كلي واشربي. أنا بعد تقف عند بحث هنا، الأكل والشرب هل هو غاية أم هو وسيلة؟ بعض الناس يأكل ويشرب على اعتبار أن الأكل والشرب هو ماذا؟ هو غاية، كأنه مخلوق من أجل شنو؟ من أجل أن يأكل. والحال المخلوقات لأجل أن تأكل هي غير الإنسان، هي الحيوانات أجلك الله. ما ممكن الإنسان يؤطر وجوده على الحياة بالأكل والشرب. الأكل والشرب مجرد وقود يستعين به على الحركة في الحياة. إذن هو ماذا؟ إذن هو وسيلة وليس غاية. ولذلك يقول الإمام أمير المؤمنين: من كان همه بطنه كان قيمته ما يخرج من بطنه. يريد يهذب الإنسان سلام الله عليه. تعسا لمن أدخله بطنه النار. هاي كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. أريد أبين أن مسألة الأكل مو مسألة يعيش الإنسان إليها، بل يتعيش الإنسان بها حتى يصل إلى ما هو أكبر. كما يقول الشاعر: خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وثريد. أكو ناس أعطى مهمات، أعطى بطولة، أعطى إبداع، أعطى علم، وناس أعطى صمات وخليك في ركبة عليه ويقعد من الصبح لليل. أي شغلة؟ هذا خطأ.
هذا خطأ. يقول لابد أن يعيش الإنسان الواعي، لابد أنه يعلم أن الطعام ما هو إلا ماذا؟ ما هو إلا وسيلة وليس غاية. هذه مو معنى أني لا أتلذذ بالأكل، لا، أنا بعد مو حيوان، أنا إنسان. طبيعي الإنسان يتلذذ بأكله، وطبيعي يختار له الأكلة التي يحب. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن لا يصل إلى حد الإغراق في هذا الأمر، لا يصل إلى حد المبالغة في هذا الأمر، يعني يكون متوسطا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لابد من الوسطية في كل شيء. زين، فيقول فكلي واشربي. هنا بعد ملاحظة، المفترض يقول فاشربي وكلي، صح؟ ليش يقول فكلي واشربي؟ طبيعة الحالة التي هي بها أنها تستلزم الحاجة للأكل، لكن أيضا هي محتاجة إلى ماذا؟ إلى الشرب. وحاجة الإنسان إلى الشرب قد تكون أكبر من حاجته إلى الأكل، فلماذا قدم الأكل على الشرب؟ هنا يقول العلماء: لأنه أمرها بماذا؟ بهز النخلة، ومن خلالها يتساقط الرطب، وكما أن الرطب هو غذاء فهو أيضا ماذا في نفس الوقت تستعين به عوض شرب الماء، لأنه ماذا؟ لأنه مليء بما يعوض من خلال ما فقدته من السوائل. وهذا اليوم العلم يبينه بشكل كبير. شوف القرآن بينه قبل 1400 سنة ووضحه في هذا الجانب، في أنه أيضا الرطب له دخل، كما أنه يساعد كأكل فإنه يساعد كماذا؟ كسوائل تدخل إلى جسد الإنسان فتغنيه عما فقد من ماذا؟ من السوائل والماء. ثم يقول وقري عينا، والحال الإقرار بالعين يعني الفرح أو الهدوء والطمأنينة لابد يكون أيضا قبل الأكل والشرب. يقولون لأن ذلك تحقق لها برؤية الملك، فلما رأت الملك شنو؟ استقرت وهدأت وطاب لها أن تأكل وأن تشرب. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، اللي هو صوم الصمت يعني السكوت. سكوت، ليش أمرها بالسكوت؟ وطبعا هذا موجود بالشرائع السابقة، شريعتنا تحرم صوم الصمت، ما موجود فيه. ليش أمرها بالسكوت؟ أمرها بالسكوت أولا حتى لا تقارع الجاهلين، يعني لا تنزل، يقول المفسرون حتى لا تنزل بمستواها إليهم، لأن هؤلاء اللي جاءوا يطعنون في شرفها ويشتمونها ويوجهون لها أقذع الألفاظ هم أناس أصيبوا في أخلاقهم، فما أراد الله جل وعلا أن يلوث ساحتها بأن ترد عليهم، فأمرها بشنو؟ أمرها بالصلاة. أي تماما مثل الشاعر يقول أمر على السفيه فأزدريه وأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. هي سبب من أسباب صوم الصمت، السكوت، الأمر بالسكوت. سبب آخر شنو؟ السبب الآخر حتى يشهد ولدها بفضلها وهو في المهد وليد ساعات، فتظهر ماذا؟ فتظهر المعجزة وتظهر الكرامة. وبالفعل لما شهد عيسى وإذا بها أعظم آية تدل على شرف مريم وعلى عظمة مريم وعلى عفة مريم. النتيجة، أريد أختم، النتيجة أن السكوت في بعض الأحيان يكون ماذا؟ يكون له أثر أكبر من كل ماذا؟ من كل خطبة ومن كل كلمة ومن كل مقال. يعني ترى الإنسان محتاج للسكوت في بعض الأحيان، لأن سكوته ينفع، سكوت ينفع. ترى هذا الذي قالته فاطمة لمن؟
للشيخين لما دخلا علينا. والله لا أكلمكما كلمة واحدة من رأسي حتى ألقى أبي رسول الله. هذا شنو؟ شنو اللي سوى؟ هذا بيّن أن فاطمة شنو جاءت تتبرأ منهما حتى من خلال ماذا؟ حتى من خلال الكلمة، فإنها ليست مستعدة حتى للنقاش والحوار مع من ظلمها سلام الله عليه. جاءت تبين ماذا؟ تبين الظلام بماذا؟ بسكوتها. وظل سكوتها، ترى سكوتها تحول إلى ماذا؟ تحول إلى عمليات موجودة، إلى آثار موجودة اليوم. حتى عدم معرفة قبرها هو جزء من سكوتها. عدم معرفة القبر هو جزء من السكوت. ولذلك شوف الشاعر يستثير الأمة الإسلامية: ولأي الأمور تدفن ليلا. ليش السبب؟ مو يألم هذا، يألم ترى. ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى، ويعفى ثراها بنت من، أم من، حليلة من. ويل لمن سن ظلمها وأذاها، جرعاها من بعد والدها الظيم مرارا، فبئس ما جرعاها. ولذلك الشاعر ترى يلتفت إلى هالمعنى هذا، ما جرى على فاطمة. يقول: لست أدري لكن أكو من يدري، أكو آثار، ولست أدري خبر المسمار. سل صدرها، يقول سل صدرها خزانة الأسرار، ومن نبوع الدم من جنبيها تعرف عظم ما جرى عليها. يا والباب والجدار والدماء، والباب والجدار والدماء، شهود صدق ما بها خفاء، وإن كسر الضلع ليس ينجبر إلا بصمصام عزيز مقتدير، وجاوز الحد بلطم الخد، شلت يد الطغيان والتعدي. قال سليم: قلت يا سلمان، تحفظها اقراها وياي، هل دخلوا ولم يكن استئذانوا. الله، تقريبا شهرين تونا نذكر الزهراء سلام الله عليها. ها، قد دخلوا ولم يكن استئذانوا. قال: بلى وعزة الجبار، ليس على الزهراء من خماري، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للصون والحجاب، فمذ رأوها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرا، فأسقطت بنت الهدى وحزنا جنينها ذاك المسمى محسنا. يا تصيح يا فضة أدركيني، فقد وربي أسقط جنيني، خرت خر المحسن نادت يا فضة بالعجل دركيني، ترى ما قدر لنهضة دمومي، ترى النزفة جسم المرض مضى، ولا بقت لي من ضربة المسمار قوة، خذيني يا فضة وحدر الكرار، شوفي
ارفع صوتك. خبريها عن حالي وعن ضيم لطحت بي، قالت يا بنت المصطفى حيدر وقلبه على جمر الغضا لجلك تضوى، والله أهله شفتين حلال المشاكي ليث الحروب شلون قادوه بحماي، يمشي بطاعتهم ودمع العين صاحت تجيل القلب فارق سلوة، إن كان طلعوا بالوصي قوم اطلعيني، أنا نسيت العصر بالباب وتسقط جنيني، قوموا روح القبر جدكم يا بني ورد خمر بين الدهر بعد السوى، طلعت لن تشوف حيدر قايديني، ظلت تدافعهم وصد له بعينه، حالت يا ويلي بين عدوانه وبينه، لأن العبد صوته على الزهرة يتلوى، ولأي الأمور ولأي الأمور تدفن ليلا. إلهي باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا رب العالمين، حرم أجسادنا على النار، اللهم فك كل أسير، ارحم كل شهيد، أيد واحفظ حماة الدين المخلصين العاملين يا رب العالمين، المؤسسون تقبل اللهم عملهم وضاعف أجرهم، إخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا، من أوصاني بالدعاء اللهم اشف مرضاهم، البسهم ثوب الشفاء والعافية، صب عليهم العافية، صب قر عيون أهلهم بهم، فرج عنا وعن المؤمنين وعن أهلنا يا رب العالمين، بمحمد وآله الطيبين الطاهرين، إلى أرواح موتانا موتاكم موت المؤمنين والسامعين لا سيما موت المؤسسين، نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.